كمان. هذا البرنامج برعاية عبور لاند. خلينا نروح للناقد الرياضي المميز جدا الأستاذ خالد طلعت، من الناس اللي أنا بحبهم جدا والناس اللي لغة الأرقام عندهم هي اللي بتتكلم، يعني الراجل بيعمل كده تحليلات وأرقام وإحصائيات جميلة جدا. فخلينا نسأله في استطلاع الرأي النهاردة، هل الزمالك قادر على الفوز على سان داونز 3 او 4 ويقدر يحقق دوري ابطال افريقيا في استاد برج العرب يوم الاحد؟ ازيك يا خلود؟ مساء الخير كابتن كريم، ازيك عامل ايه؟ اخبارك يا نجم؟ يا اهلا وسهلا بيك، ربنا يخليك. من خلال الارقام والاحصائيات والتوقعات شايف القصه ازاي؟ لا طبعا، يعني انا شايف القصه صعبه جدا يا كابتن كريم، وانت عارف دايما انا بتكلم بواقعيه شويه ويمكن كلامي بيزعل ناس كتيره مني. لكن لا، انا شايف يعني النسبه، يعني خلاص سان داونز اقترب من التتويج بطوله افريقيا يمكن بنسبه تزيد عن 90%. ده جدا الزمالك محتاج يكسب 3-0 او 4-0 عشان يقدر يتوج بالبطوله. طبعا خلي بالك حته الثلاثه، ان الزمالك يجيب ثلاثه دي ممكن يعني زي ما نقول كده ما عليها، لكن انا القلق بتاعي كله ان هو حته الصفر بقى، ان الزمالك ما يدخلش فيه اهداف. سان داونز فريق تقيل جدا وبيجيد اللعب بشكل كبير، عنده ثلاثي خط الهجوم، عندهم سرعات ومهارات عاليه جدا، بيقدروا يسجلوا اهداف كتيره خارج ملعبهم، فبالتالي دي ممكن تسبب ازمه للزمالك. لو سان داونز لا قدر الله سجل هدف، بالتالي الزمالك هيحتاج ان هو يسجل 5 اهداف، فالامور هتكون صعبه جدا على فريق الزمالك. فهي دي النقطه اللي قلقاني والنقطه اللي ممكن تشكل خطر على الزمالك ان هو يدخل مرمى هدف من سان داونز. انت شايف الموضوع صعب؟ طبعا يعني الموضوع صعب. طب ليه خالد ما يعني في ايام، يعني احنا لو اتكلمنا بالمنطق كده هنلاقي الموضوع صعب، لكن في ايام بتبقى يوم الزمالك مش يوم سان داونز، الزمالك ينزل يجيب جول بدري الدنيا تسخن يجيب يعني برضو في احداث. النسبه طبعا يعني النسبه اللي انت قلتها صعبه شويه، 90% ده يعني تحس ان انت 10% بس الزمالك يكسب، يعني ممكن اكتر من كده، كره فيها كتير كابتن. لا ما هي فيها كتير، بس هي اللي انت بتتكلم عليه ده هو ده المفاجآت وهو ده الاستثناءات. يعني على مدار التاريخ لو تحسب كم فريق خسر خارج ملعبه 3-0 ثم جاء عوض على ملعبه وقدر يفوز على اكتر من 3-0 او يتوج بالبطوله او يعدي المرحله دي، يعني فعلا لو حسبتها بالارقام رقميا مش هتعدي 10%، يعني هتلاقي نسبه قليله جدا الفرق اللي قدرت تعوض خساره 3-0، لان بقول لك النتيجه تقيله، وخاصه لما بتلعب يعني انت بتلعب مباراه نهائيه قدام فريق قوي. يعني لو مثلا بنتكلم في دور ال 16 حصل مشكله والزمالك لعب فريق ضعيف مثلا من انجولا من اي دوله تانية وخسر 3-0، اقول لك ممكن الزمالك يعوض، يعني مباراه الذهابيه اللي تكون ليها ظروف، لكن مباراه العوده ممكن تختلف. لكن انت بتلعب فريق نهائي، مباراه نهائي، يعني مباراه النهائي دي صعب جدا ان انت تكسب 3 تكسب 4، يعني بتحصل بيكون استثناء. فاللي حصل في ماتش الذهاب ده كان صعب على الزمالك، فبالتالي صعب جدا ان الزمالك يعوض. بقول لك فريق سان داونز فريق تقيل جدا، فريق قوي، صعب ان هو يخسر 3-0، بالاضافه لظروف كمان مش مساعداك. يعني انت بتتكلم نقص القائمه الافريقيه، اعتقد دي مشكله كبيره عملها مجلس اداره نادي الزمالك ويتحمل مسؤوليتها. انت بتلعب ب 14 لاعب في بطوله قويه، بتلعب منافسين اقوياء، ما عندكش بدلاء على الدكه تقدر تغير بيهم، ما عندكش حتى انك تغير في التشكيل، خلاص كل الناس عارفه تشكيله الزمالك لان ما فيش غيرهم. يعني احنا بنقول 14 لاعب فقط، منهم 11 بيلعبوا وثلاثه احتياطي، فهي دي الازمه. انا شايف دي الازمه الكبيره، ان الظروف حتى مش مساعده الزمالك. خط الدفاع فيه مشكله فنيه الفتره الاخيره، سواء علي جبره واسلام جمال عندهم مشكله، مهزوزين. الظاهراي الاجناب احمد توفيق بيلعب في غير مركزه، الناحيه الثانيه رمزي خالد او معروف يوسف برضه غير مركزهم، فهي الظروف كلها مش مساعداك. يعني انت على الورق وبالارقام ممكن تحصل، لكن المؤشرات بتقول ان هي صعب انها تحصل. سان داونز هيلعب ازاي هنا في مصر؟ خلي بالك يعني سيبك من سان داونز في دوري المجموعات، المباراه دي ليها حسابات اخرى عند بيتسو موسيماني المدير الفني. مظبوط طبعا، لكن هو اعتقد هو سان داونز محافظ دايما بيلعب 4-4-2، والنقطه اللي انت قلتها برضو بيتسو موسيماني يمكن بقى له اكثر من 4 سنين دلوقتي مدرب سان داونز، ودي نقطه تانية مهمه، حته استقرار الجهاز الفني دي للاسف مش موجوده في الزمالك. بنتكلم يمكن 6 أو 7 أجهزة فنيه اتغيروا في اخر سنه، في حين الراجل الثاني موجود بقى له 4 سنين مع الفرقه، حافظ اللعيبه وعدى بمراحل كتيره جدا، فدي نقطه اكيد برضو بتدي افضليه لفريق سان داونز. النقطه الثانيه برضو اللي انا شايفها ان في يعني في مؤشرات كده، يمكن سان داونز زي ما بنقول كانت ماشيه معاه، يعني كان الحظ مسنده
بشكل كبير جدا طوال البطوله. يمكن برضو ناس كتير ما تعرفوش، سان داونز كان خرج من دوري ابطال افريقيا على يد فيتا كلاب الكونغولي في دور ال 16، ثم انتقل لكاس الكونفدراليه وخرج كمان من كاس الكونفدراليه على يد فريق متواضع اسمه مدياما الغاني، بالظبط. خرج كمان وقعد في البيت، يعني اللعيبه راحوا قعدوا في البيت، ثم تم استدعائهم مره ثانيه بسبب خطا وقع فيه اداري فيتا كلاب الكونغولي انه لاعب موقوف، فبالتالي تم استبعاد فيتا كلاب ورجع سان داونز مره ثانيه شارك في البطوله. فزي ما تقول كده يعني هي موقف شبيه بموقف منتخب الدنمارك في يورو 1992 لما كانوا خارج البطوله وتم استدعائهم في اخر قبل البطوله بكام يوم بدل يوغوسلافيا وفازوا بالبطوله. فهي يمكن في مؤشرات حتى كده بعيدا حتى عن النواحي الفنيه والكرويه بتوريك ان ممكن سان داونز يكون اقرب للبطوله لانها كانت التوفيق ماشي معاه بشكل كبير جدا طوال مشوارها. خالد طلعت بيفضل تشكيل ايه يلعب امام سان داونز؟ تشكيل الزمالك. انا شايف طبعا جنش لازم يكون موجود في حراسه المرمى، ومش امام سان داونز بس يا كابتن كريم، انا شايف جنش لازم يكمل حارس اساسي للزمالك طوال الفتره الجايه لانه هو افضل فنيا واكثر التزاما كمان من الشناوي داخل وخارج الملعب. يمكن الشناوي مستواه مهتز على فترات بالاضافه في حاله من عدم التركيز داخل الملعب، فدي اعتقد نقطه سلبيه. شايف ان رمزي خالد هو الانسب انه يكون باك شمال، متواجد باك شمال هو افضل واحد في المتاحين ده مركزه، لو ما كانش علي فتحي طبعا يقدر يشارك اساسي لكن برضه انا شايف انه هيكون صعب. رمزي خالد، احمد توفيق، علي جبر، اسلام جمال، ما فيش خلاف عليهم. شايف انه لازم يلعب ثلاثه وسط مدافع رغم ان هو عايز يكسب وعايز يكسب ثلاثه واربعه، لكن برضه الامور بقول لك الناحيه الثانيه فريق هجومي فريق عنده مهارات، لازم يامن كابتن مؤمن، معروف يوسف، طارق حامد، ابراهيم صلاح، امامهم يكون موجود ستانلي، ايمن حفني، وموجود راس حربه باسم مرسي. شايف ده التشكيل الافضل لفريق الزمالك في المباراه. بشكرك يا خالد، وان شاء الله برضو يعني رغم لغه الارقام والاحصائيات وكل حاجه لكن نتمنى كلنا واكيد انت كمان اكتر واحد تتمنى ان الزمالك ياخد البطوله، وشيكابالا كابتن نادي الزمالك يرفع دوري ابطال افريقيا الكاس يوم الاحد، صح؟ اكيد طبعا يا كابتن كريم، كلنا بنساند الزمالك، كلنا مصريين اهلاويه زملكاويه. الكلام بقول لك التمنيات حاجه والكلام اللي واقعي، بس احنا بنتكلم بواقعيه وبالمستوى اللي احنا شايفينه. يا رب توقعاتي تطلع غلط، ويا رب يعني بالبلدي كده زي اقول لك يا رب الزمالك يكسفني وياخد البطوله ويطلع كلامي غلط، لكن بقول لك الدنيا واحد الواحد بيتكلم بالرؤيه اللي هو شايفها قدامه من خلال مستوى الفريقين في الفتره الاخيره. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي خالد طلعت، وبعد شويه ان شاء الله هيكون معانا الناقد الرياضي الكبير في الاهرام الاستاذ عبد الشافي صادق باذن الله. نستمتع معاه النهارده في استاد كوره في ام. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا، كنا قلنا اخبار الزمالك، هنشوف بقى اخبار الاهلي وبقيه الانديه، وطبعا اخبار منتخب مصر والقرعه والتوقعات وكل حاجه بعد الفاصل ان شاء الله.